هذا البرنامج برعاية بن سمار للتجارة والمقاولة. أعود لكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من البرنامج. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تباعا أسفل الشاشة، فيسبوك، تويتر، ويوتيوب، وأيضا عن طريق خدمة بلاك بيري أو الواتساب. كل ما عليك ثلاث خطوات فقط: تدخل على الموقع، تتابع الرابط عن الوظيفة، أو تدخل للوظيفة مباشرة، تنزل السيرة الذاتية. بعد أسبوع أو أسبوعين يتم الاتصال بك من قبل الجهة المانية. في حالة ما تم الاتصال ارجع لسنا فيسبوك، قول يا جماعة خير تراكم، أنتم ما عندكم سالفة، ما توظفنا، خلكم معنا صريحين في مشكلة معينة، بس تأكدوا أن السيرة الذاتية فيها كل الأمور. وصلنا مشاهدين فقط قول فعل. كثير من الشركات عرضت فرص وظيفية وتوطين وظائف الشباب. اليوم مشاهدينا معنا أحد الشركات اللي تقول عنها صدق ترى يا جماعة الخير، نعترف أنه كنا أول نجيب أجانب، لكن اليوم هذا الكلام من سنة بإذن الله، وقبل ما تجينا قرارات من وزارة العمل هتكون البادرة منا، البادرة الوطنية أنه نساهم في توطين الشاب. لكن وين الشاب السعودي؟ إحنا قلنا لهم اليوم الشاب بإذن الله سوف يتابعنا ويلتحق بكم في مراكزكم. رحبوا معنا مشاهدينا بالأستاذ أحمد الطعيمي، نائب مدير موارد بشرية بشركة العربية للعودة. أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا فيك، أحب أشكرك على هالاستضافة، وأحب أحيي السادة المشاهدين. يعطيك العافية. الله يعافيك أستاذ أحمد. شرايك شباب زاركم في الموقع وطلعونا بهالتقرير؟ نتابع سويا مشاهدينا ونعود للحديث مع الأستاذ أحمد. العود والبخور عبق أصيل وجزء من ثقافة متوارثة، يفوح شذاه كأزكى رائحة يجدها السعودي، دلالة فواحة لإكرام ضيفه. سوقها يقدر بنحو 15 مليار ريال، ويتراوح النمو السنوي ما بين 10 إلى 15%. تستحوذ العربية للعود على نسبة كبيرة من حصة السوق، تقدر ب 34% من حجم سوق العود والعطورات الشرقية في المملكة العربية السعودية. وللطاقات السعودية في هذا السوق قول وفعل، قول معطر بالعود، وفعل حروفه توطين، وتوطينه منظومة جهود. لي 6 شهور تقريبا، وفي خبرات كثيرة تعلمت منها، والله ساعدتني كثير، استفدت معهم وتعودت على البيع. للشركة الأكثر حضوراً في سوق العود والعطورات الشرقية خطة طموحة في توطين الوظائف، فرس الرهان فيها هو شاب سعودي يدرك أن طاقاته قادرة على تحقيق أحلامه، والخطوة الأولى في مشوار العمل ممكن أن يبدأ من مقعد الكاشير. لا ما قصروا، يعطونا دعم وإجازات يومية أسبوعية. لقد أبرمت الشركة العربية للعود عددا من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة لتدريب وتأهيل وتوظيف الكفاءات السعودية للعمل في إطار الاستراتيجية التي اختطتها لتوظيف الشباب السعودي في فروع الشركة على امتداد مناطق ومدن المملكة والخليج العربي. طبعا بالنسبة للتدرج الوظيفي، بالنسبة للكبائع إلى مشرف إلى مدير فرع الفي آي بي، طبعا كان هناك تدرج وعطونا كدورات تأهيلية وتدريبية وتدرج بالنسبة للراتب حتى كحافز تشجيعي ومادي. ما أجمل الأقوال حين يفوح شذاها أفعالا، وما أطيب الأفعال حين يكون ابن الوطن هو أزكى روائحها. بالفعل ابن الوطن هو أزكى روائحها، وهذا العنوان الأخير اللي فعلا نموذج للشركات اللي ساهمت في توطين الوظائف. أستاذ أحمد، ابتداء يعني خلينا كذا نفضفض البعض ونقول أهم التحديات اللي تواجهكم في هالقطاع وخاصة في جانب العود. والله نبدأ أولا، أكبر تحدي كان يواجهنا ولا زال لكن بنسبة أقل،
اللي هو التسرب الوظيفي. عندنا الموظف خصوصا في المبيعات في المحلات ما يستمر فترة طويلة أو مثل ما احنا متوقعين، فاحنا نخسر عليه تدريب، تأهيل، استقطاب، وبالتالي تتجهزون كل شيء في الأخير وقت الحاجة يترككم. يستمر معنا فترة بسيطة وبعد ذلك. نوع التدريب اللي تقدمونه، هل في الوظائف الأمامية، في البيع، في الكاشير مثلا، في خدمة العملاء، إيش الأشياء اللي تقدمونها؟ عندنا في مجال، طبعا في كافة المجالات اللي يحتاج تدريب يدرب، لكن نتكلم عن البائعين بشكل خاص. في متعاونين مع أكثر مركز تدريب، ندربهم نظري ومن ثم عملي في نفس مركز تدريب، وبعد كذا ينزلون المحلات ويتدربون عملي في المحلات نفسها لمدة مهيب بسيطة. يعني كم تقريبا مدة التدريب اللي يحصلوا عليها الشباب؟ كاملة تقريبا 90 يوم. 90 يوم، 3 أشهر تقريبا. 3 أشهر من ضمنها طبعا عمل في المحلات، ولكن يبقى متدرب، يعني ما عليه أي مسؤولية، يساعد ويأخذ مكافأة. ياخذ راتب من اول يوم التحق فيه حتى في مركز التدريب. ممتاز. ياخذ راتب وعقد عمل من بدايه العمل حتى بدايه التدريب. ممتاز. ياخذ عليه عقد عمل. ممتاز. طيب الان يعني انا بعد بدي اسالكم، يعني فقط التسرب الوظيفي هو من الاسباب اللي تواجهكم او التحديات في توطين هالوظائف؟ هو هذا اهم سبب، يعني اكبر سبب ويرقنا صراحه. يعني طيب استاذ احمد، يعني بيني وبينك مشاهدين ومتابعون هالسر اللي بيني وبينك، شباب يعني قادمين بقوه على هالوظائف، ولا تحس انه الواحد مجبور وكانه بس جاي هالفتره الوالد او الوالده الله يطول بعمارهم مزعجينا وقالوا لي يا حبيبي فكنا من جلستك وراح اشتغل، وينتظر ويتحرى اي فرصه ويطلع؟ اقول لك الاقل، النسبه الاقل هم اللي جايين بحماس وينظرون للمستقبل. الغالبيه ينظرون للفتره الحاليه فقط، يعني انه كيف يقضي الكم شهر هذه والسلام عليكم. طيب انتم وش الحوافز اللي تقدموا الان؟ نعرف انه عندكم مشكله تسرب وظيفي الان، وش عملتوا من مقومات خلتكم تتمسكون فيها الشاب؟ او انا شاب لما اجي اقول عربيه اعطوني 3000 4000 على حسب الرقم وما في حوافز، اكيد اتسرب، لكن ايش الحوافز اللي تقدمونها لهم؟ اول شيء كثفنا عمليه الاستقطاب. ممتاز. تعاوننا مع اكثر من جهه، معهد التدريب المهني، كليه تقنيه، غرفه تجاريه، صندوق الموارد البشريه، كلهم تعاوننا معهم عشان نستقطب عدد اكبر. هذا في البدايه، وبعد ذلك رفعنا الحد الادنى للرواتب عندنا في الشركه، فاصبح عندنا بائع اول فتره التدريب يوصل يستلم راتب 4000 تقريبا، غير دهن العود كل يوم طبعا. اي طبعا يتعطل الطير بعد ما فهمت. الا في خصومات معينه لاسره الموظف؟ اي عندنا خصم خاص، عندنا تامين طبي، عندنا ممتاز، يعني مميزات كامله. طيب نسبه التوطين عندكم كم؟ 30% ولله الحمد. واليوم ان شاء الله لما تعلن الوظائف النسبه اكيد بتزيد بدنا. ان شاء الله نتمنى ذلك. انا في معلومه قالها لي نايف معدنا الله يعطيه العافيه، يقول انتم عندكم الخميس والجمعه للسعوديين اجازه. احنا مو بالشرط خميس وجمعه، يقدر يحدد يوم الاوف اللي يبغاه. ممتاز. هو مع الموظفين او مع مشرف المحل او مع مدير المنطقه ينسقون ايام الاوفات، نعطيه الا يومين في الاسبوع. ممتاز. ممكن تكون اكبر بعد. طيب وصلنا للحظه الحاسمه، ونايف دام ذكرني بهالمعلومه يجهز المعلومات، كم عدد الوظائف اللي راح تعلنون عنها من خلال فقره قول فعل برنامج وظائف لمتابعينا؟ احنا نحتاج، ولاول مره نعلنها بصريح العباره، اكثر من 200 وظيفه. ممتاز. 200 وظيفه. انواع، هل في قطاع معين، جانب معين؟ بائعين. ممتاز. مشرفين مبيعات، محاسبين، مسؤولين موارد بشريه، في كافة القطاعات أو الإدارات عندنا في الشركة. ودام يا أستاذ أحمد أنتم أعلنتوا شيء مرة ممتاز وكويس، عاد يعني لا تقولون خبرة بعد للشباب هذولا ولا؟ طبعا عندنا حد أدنى للراتب. ممتاز. واللي يزود عد أو اللي يكون عنده عدد سنوات خبرة أكبر يعلى الراتب معها ويعلى أيضا. ممتاز. نرجع مرة ثانية، إذا 200 وظيفة أستاذ أحمد قدمها العربية للعود بمختلف الأقسام اللي موجودة عندهم، كحد أدنى للراتب كم؟ حددنا 4000. 4000، يعني 4000 إذا جينا نحسبها أمورك تمام، الجوال وسيارتك إذا كان أنت ماخذ سيارة قسط، وإن شاء الله إذا متزوج أمورك تمشي، يعني 4000 تعتبر جيدة إنك تبدأ بداية. طيب التقديم عن طريق مباشرة؟ عن طريق موقع الشركة، عفوا إيميل الشركة، jobs@arabianwood.com.ca. طيب job@arabian jobs
ايوه .com.sa. اي تقريبا نعم. ظاهر معنا تقريباً الان على الهواء يا شباب. اذا العربيه العود تقدم 200 فرصه وظيفيه والتقديم عن طريق الايميل. اكيد استاذ احمد وعدنا ان شاء الله بعد كم من اسبوع نشوف كيف اليه التوظيف عندكم ونهيب الكل. اذا كان في كلمه اخيره حاب تقدمها لمشاهدينا ومشاهديكم وايضا متابعيكم للفرص الوظيفيه. الله يطول عمرك، شكرا جزيلا لكم على هالاستضافه وعلى اتاحه الفرصه، وأحب أقول للباحثين عن العمل فعلا العربية للعود باحثة عن باحثين عن العمل الجديين. أتمنى لكم التوفيق، يعطيكم العافية، وشكرا لك أستاذ أحمد الطعيمي نائب مدير موارد بشرية بشركة العربية للعود. وليس بغريب على أبناء البلد الوقوف بأبناء البلد، ترى هذا دورنا، ما ننتظر قرارات مباشرة. الله يطول عمرك.